حياكم الله. حلقتنا اليوم مخصصة عن المعالجات ما بعد عاصفة خروج المنتخب الوطني من كأس العرب، فبعد الزوبعة الكبيرة التي اعتدنا عليها بعد أي خروج للمنتخب، ينشغل الشارع والسوشيال ميديا بالخسارة دون البحث عن حلول ناجحة تعدل من مسار الكرة العراقية. اليوم سنناقش مع ضيفنا عددا من المحاور المهمة، ومنها أسباب الخسارة والخروج المبكر من كأس العرب، وهل الكرة العراقية تدفع ثمن التخندقات والاصطفافات مع أو ضد درجال؟ الخطة المستقبلية هل ستكون باتجاه المنافسة على البطاقة الثالثة من التصفيات أم إعداد منتخب للمستقبل؟ هذه التفاصيل وتلك ستكون جوهر حوارنا لهذا اليوم. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. مشاهدينا الآن مع محورنا لهذا اليوم المخصص عن أسباب الخروج المبكر من بطولة كأس العرب، وما هي المعالجات ما بعد عاصفة نتائج المنتخب بالبطولة، وما هي السبل لإيجاد حلول سليمة وصحيحة تعدل من مسار الكرة العراقية. تفاصيل أكثر سنتابعها في سياق التقرير التالي، وخليكم ويانا. موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء. بحثنا في فصول النقد والتحليل وقلبنا صفحاتها، لم نجد بفهرستها ثمة فصل يرتق ذلك الفتق من جسد كرتنا بعد انتكاسة مونديال العرب. من البداية إلى الخاتمة جميع العناوين توزعت ما بين تنكيل وتسقيط، وأقلها وطن كان استهلاليتها قسوة وحروفها تفوح من نقاطها الإثارة الفارغة. تلك كانت حكاية منتخبنا في مونديال العرب، فلم نجد كاتبا متمرسا يسرد الأحداث دون حبكة الدراما الفارغة ويقف على خيباتنا بحرفية، ليجد منفذا محصنا يمثل خارطة الطريق ليكون مسارا آمنا لبطل تلك الرواية. فجرح اليوم لن يندمل بالبكاء والنحيب، بل بغد مشرق يكون بلسما شافيا. دعوا الاتهامات واتركوا النيل من بعضكم البعض، فالوقت يمضي ونحن نحبو وغيرنا يخطو، وشتان ما بين البناء والترقيع، فتلك المنتخبات المرعبة تستند على أساساتها المتينة، وكرتنا تدفع ثمن الحلول الترقيعية التي تبحث عن مجد زائف سيضعنا في خانة الحرج مع أول واقعة دولية. قد يكون المدرب أخفق في تكتيك، أو لاعب أهدر فرصة وآخر هزت العارضة كرته، فتلك تفاصيل صغيرة أمام مهام كبيرة تنتظرنا على طول المسيرة. كأس العرب محطة، والمحطات كثيرة قادمة، نبحث عن قائد حقيقي يرسم لنا طريق النجاح دون أن تهزه صفحات تعتلي منصات التواصل الاجتماعي. انفضوا غبار الهزيمة، فليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. لا نريد أن نصنع من آلام الماضي تمثالا تقدم له الطقوس كل لحظة لتظل قلوبنا مجروحة، فالندم لا يؤدي إلا إلى إبقائكم عالقين في فخ الماضي. امضوا بما تحملون وإلى الأصوات النشاز لا تصغون، وسنمنحكم الوقت مثل ما تقولون، شرط أن يكون مستقبل كرتنا مضمونا، وإلا حينها ستندمون ثم ستندمون. العراق يعاد. مشاهدينا سينضم معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد المدرب القدير الكابتن جمال علي، الذي عاش إنجازات الكرة العراقية والتأهل لمونديال المكسيك عام 1986. أهلا بك كابتن، سعداء بانضمامك إلينا في صدى الرياضة. أهلا بك أستاذ بلال، تحية لك ولكل المتابعين والمشاهدين. سأدخل سريعا في أجواء الحوار، والبداية من نتائج المنتخب في كأس العرب، هل كانت النتائج متوقعة وفق المعطيات
ومن الناحية الفنية كابتن، كيف تقيم مستوى منتخبنا في منافساته بالبطولة؟ إذا تكلمنا عن التوقع أستاذ بلال، تعرف إحنا مرات أحياناً يمتزج التوقع مع التمنيات، يعني هاي مسألة طبيعية أنا أعتقد. نعم صح. لكن المباراة الأخيرة اللي هي أمام الفريق القطري أنا أعتقد كانت النتيجة قاسية وخارج التوقعات، ولكن التأهل على المجموعة كان نقدر نقول 50% فرصة في المنتخب العراقي، نظراً لتاريخ اللقاءات الأخيرة مع الفرق المنافسة بالبطولة، وهي للأسف اللي الكثيرين يتغافلون ويتذكرون ما قبل 10 سنوات و15 سنة من تاريخ اللقاءات. لهذا كنا نعرف، يعني غالبيتنا كنا نعرف أنه يعني المنافسة راح تكون صعبة، خصوصاً وأنه الوضع النفسي للمنتخب العراقي من خلال نتائج الأخيرة في تصفيات كأس العالم لم تكن ملبية للطموح. جانب الفني الآخر أنا أعتقد هو موضوع البعض يقول أنه استبدال المدرب، لم يكن هناك استبدال، وإنما الكادر نفسه استمر. الكادر فقط فقد المدير الفني، يعني الرأس الأول بالكادر فقد، وكم الكادر المساعد البقية أكملوا بقية المباريات في كأس العرب، بالتالي استمرت حالة اللا استقرار وتجريب اللاعبين اللي عانينا منها خلال التصفيات، واللي أنا أعتقد سببها ما كان خلينا نقول ضعف المدرب، ولكن ضعف الرؤية نتيجة قصر الفترة وخطأ الآلية باستلام المدرب أدفوكات اللي هو بالتأكيد قيمة فنية كبيرة كنا نتمنى أن تكون إضافة وقدرة على تصحيح المسار بالكرة العراقية. طيب كابتن جمال، يعني في هذه الحالة وكما أسلفت، من الضحية، بيتروفيتش أم المنتخب أم الجماهير، يعني في ظل الخروج المبكر؟ لا بالتأكيد الضحية هي الجماهير. أنت تعرف أستاذ بلال الجميع عامل متغير، يعني ما أقصد على مستوى المنتخبات فقط، حتى على مستوى الأندية اللاعبين متغيرين، الإدارات والقيادات المنظومة متغيرة والمدربين متغيرين، ولكن الجمهور هو الوحيد اللي ثابت اللي ما يتغير. الحقيقة المعاناة ما كانت فقط من نتائج، المعاناة كانت نتيجة ضياع الهوية للمنتخب وضعف المستوى. أحيانا تخسر، لأن كرة القدم ما ممكن أنت تفوز على طول الخط أو تحقق البطولات على طول الخط، لكن الأداء مهم. يعني الآن شفنا أكثر من فريق في كأس العرب غادر البطولة، ولكن غادر بهوية وغادر بمنتخب قادر على التصحيح والرجوع بأقرب وقت. أنا لا أعتقد أنه العملية هاي مع المنتخب العراقي صعبة نتيجة ضياع الهوية من فترة حقيقة، يعني ضياع الهوية هي من قبل ما يستلم أدفوكات، ولكن مع أدفوكات ضعفت هاي نقول الأخطاء، ونتيجة أرجع وأقول عدم الاستقرار والاستبعادات اللي حدثت اللي غالبيتها بسبب أسباب أنا أعتقد عاطفية كردات فعل للنتائج. طب لو كنت المسؤول، هل ستمنح بيتروفيتش فرصة إكمال التصفيات، أم يعني تفكر بالإقالة والبحث عن بديل؟ بغض النظر عن الاسم أستاذ بلال، الآن الفترة قصيرة، إحنا حوالي عندنا تقريبا 45 يوم إلى التصفيات، العودة للمباريات، واللاعبين رجعوا لأنديتهم، بالتالي أيضا راح يكون التجمع مو أكثر من أسبوع قبل المباريات. لهذا ضرورة أن يكون المدرب بغض النظر عن بيتروفيتش أو أي مدرب آخر محلي، يجب أن يكون مدرب عارف باللاعبين وعارف بإمكاناتهم وعارف بظروف اللاعبين، وبالتالي هذا المهم أنا أعتقد، لأنه عملية التصحيح لن تكون سهلة. وجهة نظر أنه قد يكون تغيير مع المدرب المحلي خلال هذه الفترة قد يكون أجدى، لأنه حتى اللاعبين أنا أعتقد فقدوا الثقة، يعني فقدوا الثقة بهاي الفترة، محتاجين إعادة ثقة. بنفس الوقت أستاذ بلال أتمنى أنه ما نوقع بنفس الخطأ اللي وقعنا به مع أدفوكات. لو كان هناك توجه لمدرب أجنبي من خارج
خلينا نقول منظومة بيتروفيتش والمدربين المحليين، أتمنى أن يكون الاتفاق معه من الآن بحيث يراقب الدوري ويراقب مباريات التصفيات، يعني كمراقب عن قرب، وبالتالي يكمل الدوري ثم نحدد الهدف وياه للمرحلة المقبلة، لأنه إحنا ضروري أن تكون عندنا استراتيجية مرتبطة بهدف سواء قصير المدى أو متوسط المدى أو بعيد المدى، لأن إحنا أقرب بطولتين مهمة بالنسبة لنا هي آسيا اللي بعد تقريبا أكثر من سنتين دخول تصفياتها، وكذلك كأس العالم القادم. طيب كابتن، أنت ذكرت قبل قليل المدرب المحلي والأجنبي، وأنا مهتم برأيك يعني كثيرا وخبرتك الكبيرة، برأيك الترويج لخلق يعني صراع ما بين المدرب المحلي والأجنبي، يعني ما هي أسبابها؟ من يقف وراء تلك الأزمات المفتعلة؟ يعني للأسف إحنا المدرب المحلي لدينا قامات كبيرة، وأيضا المدرب الأجنبي تعرف إلى يعني خبرته وإلى طبعا إمكاناته الفنية العالية، لكن هنالك يعني أجواء من الصراع، كأنما هذا المدرب المحلي في وادي والمدرب الأجنبي في وادي، وهذا الصراع أجده من ناحية المهنية أصلا يعني غير مطلوب وغير مرغوب به. أتفق معك أستاذ بلال، أتفق معك بالتأكيد، هذا غير منطقي ومؤسف حقيقة هذه الحالة. نعم هناك مدربين كبار أجانب على مستوى عالي، ولكن لا نتجاهل دعم المدرب المحلي وتقييمه بإنصاف رجوعا لإنجازات الكرة العراقية بالمراحل السابقة ودور المدرب المحلي به. لهذا هاي العملية ما تخدم حقيقة، ما تخدم الكرة العراقية، مثل ما صارت أيضا بالتمييز بين اللاعب المحلي واللاعبين المغتربين اللي هم الجميع عراقيين وقدرة على خدمة المنتخب العراقي اللي هي الهدف الأول من استقطاب اللاعبين. المدرب العراقي إذا كان هناك ضعف عند المدرب العراقي أو تقليل من إمكاناته، فهذه أيضا مسؤولية المنظومة الكروية ومسؤولية اتحاد كرة القدم، لأن من ضمن مسؤوليات اتحاد كرة القدم هو تأهيل وتطوير المدربين العراقيين. لكن احنا لو نلاحظ غالبية مدربين بطموحهم غالبية الدورات التدريبية أكملوها على حسابهم الخاص، وهذا يدلل أنه المدرب العراقي حاب أن يتابع وحاب أن يطور نفسه، لكن أحياناً المنظومة مساعدة. طيب وأنت تتكلم عن اللاعب المحلي والمحترف، طيب بخصوص الاستقطابات الجديدة كابتن، هل الأسماء التي تمت دعوتهم لتمثيل المنتخب يعني فعلا هم الأفضل من وجهة نظرك، أم ترى أن يعني هنالك يعني لاعبين أو لاعب كان يستحق الدعوة وقد ظلم في هذه المسألة؟ موضوع يعني لاعب غير موجود ولاعب أفضل، هاي تعرف وجهات النظر تختلف، كل مدرب إلى أسلوبه ووفق الأسلوب يختار نوعية اللاعبين أو وفق طريقة اللعب اللي يحتاجها، لذلك هاي العملية بالتأكيد رأيي راح يختلف عن آراء الآخرين حسب وجهة النظر اللي ذكرتها. أما أنه موضوع اللاعبين و دخولهم إلى المنتخب، للأسف المؤسف صار أنه عملية دخول اللاعبين تجي من خارج منظومة 22 أو 23 اسم اللي موجودة في آخر مباراة، تلقى المباراة اللي تليها تدخل 5 أسماء من خارج هاي المنظومة. إحنا مثل ما نحتاج التدرج باللاعب من مرحلة الأشبال ثم الناشئين والشباب والأولمبي ثم المنتخب الوطني، هناك أيضا تدرج بالمنتخب، يعني عندما يكون هناك خلل في إداء لاعب أو إصابة لاعب وتضطر لاستبعاده يدخل اللاعب البديل بالمصطبة الاحتياط يأخذ مكانه، ثم يدخل لاعب من خارج هاي المنظومة ضمن خلينا نقول مصطبة الاحتياط أو دكة البدلاء كما يسموها البعض يتهيأ لما بعده. إحنا للأسف بدأ يصير عندنا لاعب يجي من خارج المنظومة ويدخل مباشرة، وهذه مو صالح اللاعب نفسه أيضا. نعم عندنا مواهب ولاعبين جيدين، بعض اللاعبين حقيقة أثبتوا إمكانياتهم، ولكن الوقت غير ملائم لإشراكهم، كان ممكن يدخلون بشكل متدرج. إحنا اللاعب تعرف مو بسهولة يلعب المنتخب الوطني أستاذ بلال، لاعب يجب أن يثبت نفسه من مباريات ومن خلال مواسم بالدوري حتى ينتقل للمنتخب الوطني مركزه كلاعب أساسي، لكن للأسف إحنا هذه الحالة خلتنا حتى نشوف لحد الآن أعتقد بحدود 60 لاعب
تم تجربتهم خلال هاي الست أشهر، يعني بمعدل 10 لاعبين لكل شهر. طيب كابتن، سنتوقف مع بعض الآراء والانطباعات حول مسيرة المنتخب، نتابع ولنا عودة لحضرتك، خليكوا يعني. احنا نمتلك على الأقل خامات ونمتلك فسيولوجية كرة القدم، صالحين للعب كرة القدم، لكن نحن نفتقد كثير من الأشياء، نفتقد إلى عقول تدير كرة القدم وتخطط لكرة القدم وتبني كرة القدم وحكومة تدعم كرة القدم. هذه الأشياء متى ما وجدت مع التخطيط السليم أكيد سنختزل كثير من الزمن وسنعود من الفرق القوية على مستوى القارة الآسيوية وحتى على مستوى أبعد من القارة الآسيوية، لأن قلت لك إحنا نمتلك المقومات، نمتلك القاعدة، نمتلك المواد الخام، فبالتالي نحتاج إلى واقع حقيقي، نحتاج إلى رجالات يقودون الكرة العراقية بشكل علمي ومهني بعيدا عن الضجيج العالي والصوت المرتفع والتخطيط العشوائي، لا نحتاج إلى تخطيط علمي، إلى كفاءات تخطط للكرة العراقية، ترسم خطة مستقبلية وتبدأ بتطبيقها. هذه الخطة تحتاج إلى عقول كبيرة تمتلك القدرة على التخطيط والدراية بالبناء، يعني هي قضية مو شعارات، لا بالعكس، هذه دراسات منطقية تخضع لكثير من الضوابط وكثير من الدراسات المسبقة حتى نصل على قليلة يعني خطة ممكن تعيننا نعيد بناء كرتنا القدم العراقية بالمستقبل القريب. أهلا بك كابتن من جديد، برأيك هل التركيز على عدنان درجال ويونس محمود وتحميلهما مسؤولية النتائج، هل يندرج ذلك ضمن يعني التخندق الإعلامي مع أو ضد الاتحاد، أم أنه انتقاد طبيعي تراه؟ لا، هو عندما تعمل ضمن منظومة اتحاد كرة القدم فأنت تصبح يعني ضمن الشخصيات العامة وأنت معرض للانتقاد، وهي مسألة طبيعية، ولكن تحميل الاتحاد لوحده هاي المسؤولية أنا أعتقد بها تجني نوعا ما. كنا إحنا حتى كمدربين كنا نتحمل مسؤولية ما وصلت إلى الكرة العراقية، هاي مجموعة تراكمات ما يتحملها فقط عدنان، تتأمل أكثر من الاتحاد بعد تسلم الأخ عدنان درجال للمسؤولية وتصدي لها، لكن لا نحمل الشخصيتين أو الاتحاد لوحده هاي المسؤولية، هناك تراكمات للأسف الجميع سكت عنها رغم التلميح للأخطاء. في بعض الأحيان ما تقدر أنت تحكي بخطأ بشكل واضح 100% لأنه قد تخون وقد تصبح غير وطني، لكن هاي التراكمات وصلتنا لهذا الموقف اللي احنا به، علينا أستاذ بلال الآن ما نبكي فقط على النتائج، علينا أن نشخص أخطائنا وين ونحاول معالجتها، نشوف شنو اللي افتقدناه خلال العقدين الأخيرة، شنو اللي افتقدناه أو 3 عقود حقيقة، شنو اللي افتقدناه بها عما كنا نعمله سابقا من منهجية، من وضع استراتيجيات، من وضع شخصيات في مكان معين، وأيضا نستفيد ممكن من تجارب الآخرين اللي كانوا متخلفين عنا والآن أصبح صعوبة علينا أن ننافسهم. هذا مو فقط على مستوى المنتخب أستاذ بلال، شوية نرجع لي وراء، إحنا بطولة الأندية العربية نضتنا مؤشر خطير بس للأسف مر مرور الكرام، وهو تسلسل أنديتنا في بطولة أندية آسيا، أنديتنا ذيلت مجموعاتها، وهذا يعطيك صورة عن حال الكرة العراقية اللي للأسف ما حد يتكلم وما حد يتعمق بها بشكل كبير. طيب كابتن، سنتوقف مع بعض الآراء والانطباعات حول مسيرة المنتخب، نتابع ولنا عودة لحضرتك، خليكوا يانا. أغلب اللاعبين استدعوا في بطولة كأس العرب ما كانوا عندهم الجهوزية أن يلعبون في أنديتهم، أعتقد كل هذه الأمور حتى أضعفت حلول المدرب من ناحية خياراته في عملية زج اللاعبين الأساسيين وحتى البدلاء اللي ممكن كانوا يشركهم من خلال المباريات. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، طول الفترة اللي اهدرناها مع كتنج اللي هي على مدار 3 سنوات ما كان عندنا لجنة فنية أو لجنة منتخبات تناقش المدرب في السلبيات والإيجابيات اللي واكبت منتخبنا الوطني، وهذا ممكن كان الجانب نصحح كثير من الأخطاء اللي وقعنا بها الفترة الماضية، فيجب علينا على أقل تقدير بالفترة الحالية نفعل هذه اللجنة بشكل مهني بناس يمتلكون الكفاءة في مناقشة الكوادر الفنية الأجنبية بالأخطاء اللي ارتكبت في بطولة كأس العرب، وهذا ممكن أن يسعفنا في خوض غمار تصفيات كأس العالم.
تكلم عن فترة آنية يجب أن نخطط لهذه الفترة. البعض يذهب في ترحيل المنتخب الأولمبي، أعتقد هذا أمر سلبي بالوقت الحالي. عملية ترحيل اللاعبين تحتاج إلى وقت، إلى مساحة حتى ممكن أن ينضجون هؤلاء اللاعبين. بالوقت الحالي من الصعب جدا أن تخرج جيل كامل بخوض غمار تصفيات كأس العالم. نعم اللاعبين الشباب اللي زجيناهم في كأس العرب كان نتاجهم طيب وأيضا خلقوا جو من المنافسة، وأعتقد يجب أن نستمر على هذا العمل. لكن عملية تغيير جيل بالكامل بالوقت الحالي أمر خاطئ جدا، يجب أن نبتعد عنه. طيب اليوم لازم أستغل وجودك، فسامحني مسبقا يعني لازم أخذ من عندك المعلومات، لأن أنا على الصعيد الشخصي أستفاد. يعني برأيك كابتن، من يناقش أدفوكات سابقا بيتروفيتش حاليا في النواحي الفنية؟ هل صحيح يعني أن هنالك لجان قادرة على تأدية واجباتها يعني بدون ضغوطات؟ هذا المفروض، هذا دور اللجان. يعني لجنتين احنا عندنا، اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات. وإذا كان هناك خلينا نقول مستشار للمنتخب، لو استحدث هذا المنصب اللي أتمنى أن يستمستوى الأندية بشكل عام، يعني أن يكون هناك مستشار أو مدير رياضي بالأندية اللي يكون صاحب خبرة وقادر على توجيه النصح وليس الإلزام. يعني اللجان الآن، حتى لجنة المنتخبات أو اللجنة الفنية، ممكن تناقش المدرب ولكن ما تقدر تفرض عليه، لأنه مدرب أنت ما تفرض عليه، ما جبت وضعت ثقتك به، ولكن لا بأس أن تناقشه وتوضح له بعض الأمور. احنا نعتقد هاي النقطه كانت مفقوده مع ادوكا، كانت مع ثاني سابقا، فاعتقد هي كانت ضعيفه لانه الكل كان مشخص بعض الامور اللي للاسف ما شفنا احد ناقش بيها مع المدرب. واحنا الان هاي واحده من خلينا نقول من النقاط اللي علينا ان نشخصها ونتناقش بيها. انا الان كابتن، عفوا استاذ بلال، انا الان اطرح يعني وجهات نظر بالنسبه لي، هاي وجهه نظري بس بالتاكيد قد تحتمل الخطأ أو الصواب، ولكن أنا أعتقد نحتاج أكثر من وجهة نظر من جميع الأخوان وحتى من ضمن حضرتكم الإعلاميين اللي كسلطة رابعة ومراقبة. ضروري أيضا نجتمع وننطي آراء، وبالتالي آراءنا هي مو ملزمة ولكن بالتأكيد قد تطرح ولو حالات إيجابية بسيطة قد يكون لها دور أكبر في تصحيح مسار الكرة العراقية. والله طرحت أنت مسألة مهمة جدا، بين هو المستشار يعني على صعيد الأندية وحتى المنتخب، ومو غريبة إذا يكون المستشار يرافق المنتخب وجلسات خاصة مع المدرب قبل المباراة. أحيانا بعض المستشارين أمثالك وأمثال بعض الشخصيات لدي دراية بالمنتخبات الآسيوية والعربية أكثر يعني من حتى الأجنبي، فالمستشار هنا يكون له دور كبير. أنا أشوفه أيدك بهذا الموضوع، وأتمنى طبعا يوصل صوتنا للاتحاد، لأن منصب جدا مهم يخدم المنتخب وحتى يخدم الجهاز الفني. نعود إلى تكملة الحوار كابتن، كيف تقرأ استراتيجية المنتخب للفترة المقبلة؟ هل الهدف تراه سيكون المنافسة على البطاقة الثالثة، يعني أقصد من التصفيات، أم الذهاب باتجاه إعداد منتخب للفترة المقبلة؟ الإعداد ما يكون بالمنتخب أستاذ بلال بالوقت الحالي. الآن أنت عندنا مباريات قريبة وفرصتنا ما زالت موجودة على البطاقة الثالثة. الأربع فرق عندنا مشاكل اللي نتنافس على البطاقة الثالثة. الأربع فرق لو تلاحظ الإمارات أيضا عندها مشاكل واستبعاد مدرب بعد خسارة ثقيلة من الفريق القطري. لبنان بوضعه احنا متعادلين وياه بالمباراة السابقة وكنا الأفضل إلى حد ما. الفريق السوري اللي كنا أفضل منه وكنا أقرب للفوز من عنده كمنافس آخر. إذن فرصتنا موجودة البطاقة الثالثة، ولكن مهم جدا إعادة الثقة. وضمن مرحلة إعادة الثقة أستاذ بلال، دول اللاعبين دول مواهبنا، يعني لا نمسح عليهم هواي. احنا أحيانا اللاعب قدرته خلينا نقول إذا 100% إذا ما يقدر يوصلها، فهي احنا نساعده أن يوصل للمية من العطاء. لاعبين كانت هناك قسوة عليهم حقيقة. نعم بالتأكيد احنا نقول اللاعب جزء مهم ويتحمل من النتائج خلينا نقول نسبة كبيرة، ولكن نفس الوقت هناك طاقة للاعب. أنا أعتقد غالبية اللاعبين أعطوا أفضل ما عندهم بقدر الإمكان.
كان هناك خلل، علينا نشوف الخلل وين ونمشي بالفريق للمرحلة الآن. خلينا نقول هدفنا القريب هو هاي التصفيات، ولكن احنا محتاجين خلينا نقول خطة متوسطة الأمد اللي هي مثل ما قلت لك على مستوى كأس آسيا وكأس العالم، وطويلة الأمد لمستقبل الكرة العراقية، وهذا بكثير خلينا نقول فقرات، من ضمنها إعداد لاعبين الناشئين بالشكل الصحيح وتطوير مدربين المراحل السنية بنقطتين، تطوير المدرب تطويره فنيا واختيار المدرب على مبادئ تربوية وخلقية حتى يعدلنا جيل مثقف رياضيا على الأقل. ثم النقطة اللي أثرتها أني حول آلية تسليم المدرب القادم، سواء أنه إذا كان محلي فما عندنا مشكلة هواية عارف اللاعبين، ولكن إذا اختارينا مدرب أجنبي لنوقع بنفس الخطأ. طب كابتن أرجو المعذرة، لدي سؤال شخصي، يعني نعلم أن هنالك أمورا غامضة رافقت مسيرتك التدريبية، وهذا ما يجعلنا في تساؤل يعني مستمر، هل قرار اعتزالك التدريب هو قرار نهائي أم هنالك رجعة في ذلك؟ لا واعتذر على السؤال. لا 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 بالعكس، أنا أوضح لك وأوضح كما وضحت من قبل أنه أنا القرار بالنسبة لي هذا القرار نهائي، لأنه عملية التدريب بدأت تأخذ من صحتي الكثير حقيقة، مو بالجانب البدني ولكن بالجانب النفسي، وبالتالي الحفاظ على الصحة في هذا العمر مهم وما يساوي أي عدد. يعني حتى وإذا فد منصب مستشار شيء يعني شوية أخف؟ لا عفواً، يعني ذكرت حتى بإعلاني اعتزالي التدريب قلت أنه موضوع المستشار أو موضوع التحليل الرياضي، يعني عمري كله بكرة القدم وما وصلت إليه، ومن ضمن حضوري الآن ويا حضرتك هو بفضل كرة القدم، بالتالي ما نقدر إحنا نبتعد عن كرة القدم بشكل أو بآخر. أضف إلى هذا بس حبيت أوضح نقطة أستاذ بلال، موضوع المستشار، المستشار هو مساعد للمدرب بالنصح والمناقشة واختيار اللاعبين، ضروري أن يكون المستشار لا يملك الطموح التدريبي، هذه مهمة حتى ما تأثر قراراته ووجهات نظره على العملية التدريبية وعلى المدرب. كابتن أنا سعيد جدا بحضرتك وبهذا الحوار الشيق والفعال بكل جوانبه. كابتن كلمة أخيرة. شكرا لك أستاذ بلال على هذه الفرصة، وأنا ما أتمنى أنه ما نبقى في برامجنا نعيد نفس الحوارات ونفس المشاكل، لأنه من صفات المتعلم هو الاستفادة من أخطائه وتشخيصها، وبالتالي أتمنى أن يكون برنامجنا بفائدة لنا شخصيا وللكرة العراقية اللي أتمنى لها أن تعود إلى وضعها الطبيعي ولو بعد حين. وفقك الله كابتن ورعاك، وإن شاء الله أشوفك إن شاء الله دائما بهاي الصحة والعافية وهذا العطاء الدائم في حياتك الرياضية والتدريبية والاستشارية، وإن شاء الله أشوفك في أحسن حال. مشاهدينا كان معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد المدرب القدير الكابتن جمال علي، شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. نعلم جيدا أن تراجع الأداء والنتائج والتقلبات التي رافقت مسيرة المنتخب في الآونة الأخيرة هي صعبة وقاسية، لكن بالمقابل تتطلب منا البحث المتأني والدقيق والمدروس في معالجة وتشخيص الأخطاء وبطريقة هادفة وبلغة هادئة بعيدة عن الصراعات وتصفية الحسابات التي ربما تكون تأثيرها سلبيا بشكل أكبر على مستقبل المنتخب. يجب أن نكون جميعا بالمستوى لكي نساهم في تهيئة منتخب قوي قادر على مواجهة فرق التصفيات الصعبة ونكون عند مستوى الحدث. خليكم على الموعد، هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.